اختي انا السيده كنت خدام معها قبل فاش يلاه حلات المحل، انا اللي حليت مع المحل مده 5 سنين، فاش ما بغاتش تصرح بيا في الضمان الاجتماعي خرجت من عدم الخدمه، مشيت خدمت في شركه الشهر الاول داروا لي لاسينيسيس، بقيت خدام معهم مده 4 سنين ونص، ريحت من الخدمه شهرين، عيطات عليا قالت لي جي عندي رانا غنديرك لاسينيسيس في لوبتيك، كنصيبو الدجاج، كان الدجاج ديال الشوف كلشي، هي هذيك عطيتها لاكارت اللي عطاتني الشركه باش غادا تصرح بيا في الضمان الاجتماعي، ما صرحاتش بيا، وكل شهر كتقطع ليا 14,000 ريال مده 6 سنين و 8 شهور. كنتفاجئ فاش لقيت خدمه، قال لي السي جيب لاكارت باش نقيدك في ضمان اجتماعي، كل سيمانه كتقطع ليا 3000، السيمانه الرابعه كتقطع ليا 4000، كرهات الدم، واخا ما نكونش خدام معاها على قولة الله اكبر، واخا نكون ما خدامش معاها كنبقى انا خوها، عندك انت مشروع ديريني في ضمان اجتماعي، انا نخلص على راسي، فهمتي؟ انا خدمت معاك، ضربت معاك تماره، وقفتك على رجلك مزيان، المحل ديالها هي، جبت لها شركات باش كتخدم معاهم، وفاش لقيت خدمه، فاش خرجت من عندها ولقيت خدمه، كنتفاجئ بهذ السيده هذه، ما مديكلارياش بيا كاع في ضمان اجتماعي، ومشيت عند انسبكتور ترافاي، ودعيتها، وبغيت ندير داك الشيء حبي. ما بغاش دير معايا داكشي حبي، قالت لي عمر محضر ودفعوا المحكمة، انا ولد الشعب، انا انسان ما فحاليش، انا كنطالب غير بحقي، غير كنطالب بحقي وبغيت حقي في الدنيا قبل من الاخره، ضحكات عليا، قالتني ما عنديش ديبلوم، وراه عاطياني يعني شهاده العمل اللي كتثبت عليها هذا الشيء، ها هو كل شيء الورق ها هما عندي، عندي المحضر، عندي كل شيء، راه هو كل شيء عندي، هذه السيده هذه الله ياخذ فيها الحق. مشيت عند الحانوت، مشيت عند امي في الدار، مشيت عند خويا الكبير، انا كما قلت لك انا كنطالب حقي من هذه السيده هذه. بغات حبي مرحبا والف مرحبا، ما بغاتش حبي راه كاينه المحكمه. شو تخيلي معايا نقول لك واحد الكلمه، خدام 6 سنين وثمان شهور ما عمرني شديت كونجي. درت لها تنازل، عطاتني فيها 90,000 ريال. 6 سنين وثمان شهور 90,000 ريال على وجه با الله يرحمه. على وجه التراب. وعلى وجه ديك امي اللي باقا حيه، عطاتني 2000 درهم مده عام، زادتني 2000 درهم مده شهر، زادتني 1000 درهم هي، زادتني 500 درهم هي 90,000 ريال. هذه راه كنقول لكم ما واخدش كونجي مده 6 سنين و 8 شهور، و 6 سنين و 8 شهور وكتقطع لي 14,000 ريال في الشهر. كل شيء عندي معاها مزيان، كل شيء كل شيء كل شيء، الا حيت هذه خدمت معاها. هذه خدمت معاها، داك الشيء علاش بان عيبها، فهمتي؟ راه كل واحد فينا حنا فيه عيب، راه الانسان حتى كتعاشرو عاد كتعرف عيبه، تعرف الحاجه الزوينه اللي فيه والحاجه الخايبه اللي فيه. هذه راه حشومه، انا راه دمها، راه خوها، انا راه دمها وخوها، ودي لي رزقي ومحتاج، ماشي ما محتاج، راه خدامه عاد البراني، والله الا خدامه عاد البراني ب 16,000 ريال بزاف اختي، راه بزاف، شهر شهرين وانا معنزك عبد العصا، قسما بالله الا عام ونص وانا بارك، هذاك العام ما عيتش، ما شريتش الحولي، قسما بالله العي العظيم، مرتي اللي كانت كتخلص الكرا، مرتي اللي كتعطيني باش نشري كارو، مرتي اللي كتعطيني باش نمشي للقهوه، وما هزوش حتى التليفون يعيطوا واش معيد ولا ما معيدش، ما كيهزوش التليفون واخا عايروك والو، داك الشيء ما كاينش. انا حسيت باليتم نهار مات با، با كان احن انسان عندي انا على خوتي كاملين صراحه، ولكن بالاخص انا هذاك الوليد الله يرحمه والله يرحمه والله يرحمه، وهي راه ما سمحش لها دنيا واخرى، تعطيني رزقي مسامحه دنيا واخرى، حيت هذيك طلبت مني المسامحه، فاش انسان كيجي يطلب منك السماحه راه كيقتلك، واخا ما عرفتش يكون داير لك شي، واخا يكون ذابح لك ولدك، هذيك راه اختي راه ما ندوزهاش راه ما نفوتهاش، راه نشوفها واحد تقبح عليها راه ناكلو، واخا عندي معاه المشكل، ولكن هي راه ما راعاش للدم، وربات منيه النفوس وقرات منيه النفوس، وهي بالضبط هي بالضبط دارت شي 3 ولا 4 ديبلومات كلهم بريفي، هي بالضبط بالاخص هي الوحيده اللي قرات فينا مزيان، داك الشيء علاش لقات خالد حيت قصير حقراتني حيت ما كندويش، كنطالب بحقي لا غير، والله يسمح لها الدنيا واخرى، اللي عطاتني رزقي الله يسمح لها الدنيا واخرى، ما مسامحش لها ما مسامحش لها، وغنتابعها
قانونيا، واخا ما عنديش ونموت ونتسلف وما نخل نبيع حوايجي، شي نبيع حوايجي اللي فوق داري وندير على محامي وغنتابعها. علاش؟ حيت هذاك ديالي وضحكات عليا البركه، هذيك الضحكه اللي ضحكات عليا كافياني. انا ما نشكرش الكراسي، عندي سمعه طيبه في البرنوسي، انا هاد الاوبتيسيانات كاملين اللي برنوسي، انا اللي كنت كنقطع لهم الدجاج في المحل ديالها. نديك عند اي اوبتيسيان في البرنوسي كيعرفوني كاملين، مقابل المحل وكنقطع الدجاج، كندير المونتاج. راه اصحاب مدادر كاملين غيعرفوا كلمه المونتاج. انا اللي كنركب الدجاج في الكوادر، الدجاج ديال الشوف كنركبهم في الكوادر. وانا اللي كنت كندور على الكليان بالموتور ونجيب بالفلوس وندير لهم الخدمه والبرد والشتا وكل شيء. مدة 6 سنين و8 شهور، الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق. حسبي الله ونعم الوكيل. فك اختي وبزاف عليك كلمة اختي.